يقول فضيلة الشيخ وفقكم الله، يقول إذا تاب الإنسان من ذنب لكنه لم يحس بطعم التوبة ونفسه تائقة للذنب مرة أخرى، هل هذا دليل على عدم قبول توبته؟ من شروط صحة التوبة أنه يندم على ما حصل منه، فإذا لم يندم على ما حصل منه فإنه لا تصح توبته. نعم.